سيد سميح الأطرش المحامي لدى المحكمة العليا. سيد سميح أهلا بك. أهلا بك السيدة الفاضلة وبالسادة المشاهدين الكرام. سيد سميح، كيف تعلق على لقاء الأمس وكذلك على بيان أبو ظبي؟ بداية، أي اتفاق بيحرر أو أي مسودة بتحرر بتكتب، هناك ما بين السطور وهناك دراية وعلم للأشخاص الذين قاموا به كتابة هذا الاتفاق ونصوصها المركزة الواضحة، فنعتقد أن لا اجتهاد مع هذه النصوص. بالإضافة لذلك أن لدى الذين طاغوا هذه الشروط حسب ما شاهدناها في شريط الأخبار بتاع سيادتكم، نعتقد أن لا اجتهاد مع هذه النصوص وواضحة في حد ذاتها، ونعتقد أن هي تعبر عن رغبة القيادة العامة للجيش، بالإضافة إلى المجلس الرئاسي الغير معترف به، بمعنى لم يدرج في الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري حتى هذه اللحظة. وبالتالي أنا اجتهادي ورأيي من خلال محطتكم الصريحة والواضحة والشفافة أن لا اجتهاد من قبل المحللين السياسيين على هذه النصوص إلى أن يخرجوا إلى الناس وإلى الشعب الليبي بمعنى ويبلغوه بأن ما حدث 1 2 3 والهدف والغرض 1 2 3، ولكن لا نحاول أن نستبق الأحداث ونجتهد في نصوص نحن لم نحررها، نحن لم نكتبها، نحن لا نعلم عليها شيء حتى يتم الإعلان عنها من قبل أصحاب الشان. نعم. وهم السيد المشير خليفة بن جاسم حفتر القائد العام للجيش الليبي، بالإضافة لذلك السيد فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي الغير معترف به الغير معتمد الغير مدرج في الإعلان الدستوري، وبالتالي وكذلك طرف آخر مهم جدا وهو البرلمان الليبي المتمثل في السيد المستشار عقيلة صالح ومجموعة أعضاء مجلس النواب. وبالتالي نعتقد إذا كنا نعزز من هذا الاتفاق، أي اتفاق الأمس، عززه أيضا بيان أبو ظبي صرح بنقاط واضحة وصريحة عن ما حدث في هذا الاجتماع، أي اجتماع الأمس، وكل هذه النقاط جميعها تصب في مصلحة كل الليبيين. نعم سيد الفاضل، أننا نتحدث حقيقة من واقع أن العالم كله بصب أنظاره على دولة ليبيا، وبالتالي هناك معلومات لدى كافة الإدارات والجهات المسؤولة في العالم من الدول الأوروبية، من الاتحاد الأوروبي، من كوبلر الأمم المتحدة، من الولايات المتحدة الأمريكية، لديهم العلم حقيقة بهذه البنود وهذه النصوص، واللي هي تولتها دولة الإمارات مشكورة في استضافة السيد المشير والسيد كذلك فايز السراج. نعم. ولكن نعتقد أن يحتاج منا المساندة لراحة الوطن واستقرار البلد ورفع المعاناة عن الليبيين، وخاصة في بعض المدن وعلى رأسها مدينة بنغازي، التي يجب أن يباشر السيد فايز السراج لبيان حسن النية في الاتفاقات، بأن إذا كان في مجموعة بيتبعوهم أو يرأسوهم موجودة في محاور، يجب عليهم أنهم يخرجوا برايات بيض ويحاكموا محاكمة عادلة. وقد نص حسب الاتفاق أو حسب الاشتراطات اللي وضعناها أن يحاكموا محاكمة عادلة ويطبق القانون واحترام أحكام القضاء، وهو شيء بديهي ملزم الجميع، ملزم أن يحترم أحكام القضاء في دولة ليبيا وكذلك في العالم. فبالتالي نعتقد أننا نحتاج إلى تطبيق عملي وفوري في رفع المعاناة عن الشعب الليبي، في توفير السيولة، في توفير العملة الصعبة، في توفير العلاج للمواطن بالأدوية المهمة والأساسية، بالإضافة لذلك إيقاف ساحات القتال إلا ضد الإرهاب. الإرهاب يجب القضاء عليه، وهو نص كذلك قد تم تعميمه من قبل السادة الذي وضعوا هذا الاتفاق. ولكن يجب أن يكون هناك خطوات عملية ملموسة لنرى مدى تطبيق هذا الاتفاق بحسن نية. نعم. عندنا اتفاق الصخيرات، لم يطبق اتفاق الصخيرات، طبق من طرف واحد وهو السيد فايز السراج، انتقل إلى العالم وتحصل على موافقات دولية وعلى رعاية دولية وعلى اهتمام دولي، ولم يراعي دولة ليبيا هذا العالم، وبالتالي يطبق من طرف واحد. فنحن حاليا هذه الاتفاقات يجب أن نكون حريصين بعدم تفسيرها تفسير فيه سوء النية، بالإضافة ذلك إلى التريث حتى خروج السادة اللي حضروا هذا الحراك السياسي وتم إبرام هذا الاتفاق، بأن نحن نوصل إلى حل يرضي الشعب الليبي بالدرجة الأولى ولا يرضي شريحة معينة أو جهة معينة. أما بالنسبة لباقي البنود فنعتقد كلها بنود الشعب الليبي لا يعترض عليها وموافق عليها، وهي مطالبه منذ مدة طويلة من الزمن، لأن لا ميليشيات الميليشيات يجب القضاء عليها أو يجب معالجة أمورهم، يجب الوصول إلى حلول معاهم،
شنو النص اللي مكتوب؟ مع السبب من الرجال، كيف مع السبية؟ كيف تبي تدير؟ هناك شرح لها، هذا الشرح نتوسم ونتمنى أن نصل إلى ناس عقلاء ناضجين واعيين يواكبوا المرحلة ومعاناة الشعب الليبي للخروج من هذه الأزمة بتفسير هذا الاتفاق وهذه الشروط بحسن نية. وسمعنا نحن في بعض الأخبار وبعض المحللين حقيقة اللي مش راضي واللي راضي، بقى أنت اللي مش راضي شتبه أنت، وأنت اللي راضي أدعم هذا الاتفاق بحسن نية، ليس لأن المشير وقع عليه، لا مش هذا بس القصيد، عندنا شهداء وعندنا ناس جرحى وعندنا ناس لا زالوا يعالجوا وعندنا مقتولين وعندنا كذلك يعني معاناة في المستشفيات وعندنا معاناة اقتصادية. أشكرك سيد سميح الأطرش المحامي العام لدى المحكمة العليا، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. ينضم إلي أيضا